يا صباح البهجة والتفاؤل والأمل عليكم أعزائي المشاهدين في برنامج حوار مع يسرى، مع يسرى نصر الله. مفيش فايدة؟ الحقيقة أنا ما بحبش الكلمة دي خالص، لأن أنا دايما عندي أمل في ربنا، بس محتاجين نشتغل على الموضوع ده شوية ونقف جنب بعض حكومة وشعبا، ونشتغل على الوعي بتاع الشعب. مفيش مشكلة مفيهاش حل، ومفيش حاجة ملهاش علاج. الفترة اللي فاتت شفنا سلوكيات غريبة من الناس، بيع البلازما لمرضى كورونا بآلافات الجنيهات، تزوير ورق بيثبت ان الشخص كان مصاب بكورونا وتعافى عشان يبيع البلازما، احتكار السلع ورفع الأسعار. الحقيقة ان احنا عملنا المرض سبوبة. الحقيقة اننا لسه ما تعلمناش من الدرس، عشان كده هنناقش السلوكيات دي بس بعد الفاصل، استنوني. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في برنامج حوار مع يسرى، مع خبير علم النفس الايجابي والاستشاري الاسري والنفسي احمد سمير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مبدئيا عايزين نناقش النهارده سلوكيات الناس في ازمه كورونا. ايه رايك في سلوكيات الناس المتمثله في قله الوعي، واللي يعني سهل جدا الفيروس ينتقل بسببها؟ احنا شفنا الفترة اللي فاتت ناس بتنقل كمامة من شخص للتاني، طبعا في البنوك، في يعني في الميكروباصات، في وسائل المواصلات. رأي حضرتك في ايه ده يعني؟ بسم الله. هو طبعا الاول لازم نعرف ان في الاوقات اللي فيها اوبئة او فيها ظواهر اجتماعية كبيرة، بيبقى في معظم الناس حوالي 70-80% بيبقوا ملتزمين وكويسين وكله تمام. المشكلة بيبقى عندنا في 20-30% الباقيين، فده اللي بيحسسنا ان كل الناس سلوكها بايظ وسلوكهم. لا، احنا طبعا ما بنقولش ان ده كل الناس، يعني في ناس كتير طبعا يعني ايجابية كتير جدا، ولكن احنا بنتكلم على فئة معينة بالظبط هي اللي ممكن تسبب في انتشار الفيروس او تسبب في كثرة الحالات اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. احنا دلوقتي عدينا يعني عدينا عدد كبير جدا، 46,000 تقريبا. 46,000. بس هي المشكله بتاعتهم، ده انا كنت بقوله، ان المشكله بتاعتهم ان ممكن سلوك فرد واحد يؤدي لانتشار كبير او لاذيه كبيره جدا. لازم نعرف ان في عندنا مشكله وعي كبيره. الوعي ده الوعي مش ان انا اروح لواحد واعلمه واقول له الصح والغلط، لان طبعا الاعلام ووزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه بقى لنا شهور بنتكلم في الوعي. الوعي هو ان الانسان بيتاثر باللي بيتقال له. احنا المشكله ان احنا عندنا قطاع كبير جدا من الناس احنا ما عرفناش ازاي نتكلم معاهم صح. فشفنا سواء الميكروباص اللي هي الكمامه اللي بتلف على كذا راكب وحاجات كده، هو عارف كويس قوي ده غلط، هو مدرك لده. المشكله ان اللغه بتاعت الخطاب اللي احنا بنتكلم بيها مع الناس دول مش هي دي اللي تاثر فيه، دي تاثر في واحد له تعليم تاني، له مكان تاني. فاحنا عندنا مشكله طب كبيره الناس في الحوار. تبقى خايفه من الغرامه ومن العقاب اكتر ما تبقى خايفه ان الفيروس يعني او المرض ينتقل ليهم. في قاعدة بتقول إن كل ما وعي الإنسان يقل يخاف من الحاجة المنظورة وما يخافش من اللي مش منظور. يعني لو جبنا مثلا أستاذ مناعة في كلية الطب، غالبا هنلاقيه واخد إجراءات الحماية كويس جدا وعامل كل الإجراءات الاحترازية بشكل محترف جدا، لأن هو مستواه العلمي خلاه يفهم إن في فيروس ما بيتشافش بالعين ولكن هيعمل مشكلة أو هيعمل مرض. كل ما الإنسان بقى وعيه يقل لا يخاف من الحاجة اللي بتتشاف. فالغرامه دي فلوس هتدفع، يخاف ممكن مخالفه او سجن او رخصه تتسحب واتفر اي حاجه زي كده يخاف، لكن فيروس انا ما شفتوش فمش هخاف. تمام. الازمه اللي احنا فيها بينت كم الامراض النفسيه اللي احنا فيها، كورونا الجشع، كورونا الطمع، كورونا الاخلاق، كورونا الضمير، ازاي نتعامل معاهم؟ يعني انت شفت الناس اللي هي بتزور ورق عشان تثبت ان هي كانت يعني مصابه بالكورونا وخفت عشان تستغل ده، او الناس اللي بتحتكر السلع، او الناس اللي اصلا مهنتها مش التجاره وابتدت ان هي تعمل الموضوع ده سبوبه وتستغله. طب بالزبط. يعني حاجه زي دي مش هنسيبها تعدي من تحت ايدينا كده يعني. فانت يعني راي حضرتك ايه؟ بص يا حضرتك، هو رقم واحد لازم نكون عارفين ان الانسان كل ما بيخاف من حاجة اكتر بتبتدي عيوبه تبان اسرع. يعني كلنا شفنا قبل كده حكاية، لو تفتكري السنة اللي فاتت في اب حضن بنته والقطر معدي من جنبهم، هو ساعة الخوف حقيقته مع بنته بانت وكانت كويسة تمام. في بقى العكس بيحصل برضه، ان كل ما الانسان خوفه يزيد
لان اللي حصل في مصر ده مش في مصر بس، ده احنا هي أزمة شفناه في عالمية دول متقدمه طبعا جدا، شفنا حاجات ترقى الى مستوى المهازل يعني، فعلا. ودي الشعوب اللي احنا كنا طايرين بيها ما طلعوا كذا. طلع سلوكهم كمان بالظبط يعني في ناس سلوكها سلبي كتير بالظبط، جدا. قدم خوف هتعرف الحقيقه. الحقيقه بتقول ان احنا عندنا مستوى كبير من السلبيه احنا بنتاسس عليه، وده ممكن نتكلم في يعني في اسبابه، بس المستوى السلبيه العالي قوي ده اللي احنا اتاسسنا عليه بيبقى متداري، اللي هو زي ما بنقول كده ساعه الجد ما جاتش، أيوة. فكل واحد لابس الماسك بتاعه وظريف ولطيف ودمه خفيف وعايش وكله تمام. نيجي بقى ساعه الجد الحقيقه هتبان، هي دي المشكله الاساسيه، ان الناس مفكره ان حقيقتهم، او كل واحد بيبقى مفكر ان هو حقيقته احسن حاجه. لازم فعلا يكون عندنا مستوى من الصراحه. في حاجتين غلط الانسان يعمله مع نفسه في السياق ده، ايوه انك تبالغ في قدراتك وان انت كويس، وان انت تبالغ من تحقير شأنك، الاتنين غلط. خير الامور الوسط طبعا. اعرف انت مميزاتك ايه وعيوبك ايه. انا لما حد بيجي مثلا يكلمني بيقول لي احمد انت تقدر تعمل كذا، لا ما بجاوب اقدرش او بمصداقيه، اقدر اقدر بالظبط. اقول له اه اقدر، ما اقدرش ما بحاولش اقول ايه اه اقدر بس انا ما جربتش قبل كده، لا يبقى ما اقدرش، يعني ابتدي اقيس نفسي على حقيقتها. احنا المشكله ان ناس كتيره جدا انخدعوا في نفسهم في حته ان احنا يعني ولاد اصول وان احنا كويسين، وما نماش ده. هو فعلا الحقيقي ان فعلا اغلب الناس في مصر ولاد اصول وناس كويسين، بس ما عملش تنميه لده، ما نماش ما اشتغلش على نفسه. بالظبط. فلما جه ساعه الحقيقه، طب انا محتاج فلوس؟ لا انا هضرب ورق مثلا ان انا متعافي من كورونا عشان اخد فلوس واتاجر في بلازما جدلا. وقيس بقى على كده عيوب تانية كتير جدا. فاحنا النقطه الاساسيه اللي بقولها للناس، حاول تقيس نفسك على حقيقتك، اللي احنا بنسميها عندنا في علم النفس ذا سوات اناليسز، عباره يعني الموضوع مش محتاج شرح علمي معقد، انت بس بتقعد تقول انا مميزاتي كذا وعيوبي كذا، بتقولهم بالحقيقه، ما بتاخدش راي الناس وما بتاخدش استنتاجات عن نفسك، بتقيس على الحقيقه. عايز تعرف انت بتعمل شيء، قوم جربه. ده هيخليك تعرف عيوبك الاساسيه، تعرف مخاوفك الاساسيه، تعرف ازاي اللي هي ساعه الجد انت الحقيقه عندك ايه. كان في تجربه لدكتور اسمه ستانلي ميليجرام، الدكتور ده عمل تجربه بخدعه بس شرحها يطول جدا. المهم ان هو كان بيقيس هل الناس ساعه الجد ممكن تقتل ولا لا، وقبل التجربه خلاهم يملوا استبيان، هل انت ممكن تدوس على الزرار اللي بيموت، كان واهمهم ان الزرار ده متوصل بجسم ضحيه يعني في ايوه تجربه علميه وكده. 97% من البشر قالوا لا احنا مستحيل نقتل حد. لما عمل التجربه بدات تتعمل من سنه 1963 وبتتكرر كل سنتين ثلاثه لغايه دلوقتي، وبتجيب ارقام مشابهه. ساعه الحقيقه لما حطوهم تحت ظروف نفسيه معينه وبدون ضغوط حقيقيه، يعني مجرد قال لهم دي تجربه علميه ما فيهاش حاجه، هو ما عندوش مشكله ان هو يموت، يعني ضغوط بسيطه، 67% من البشر قتلوا او تهيأ لهم ان هم قتلوا. طبعا الزرار مش بيموت فعلا، بس هو لما داس عليه كان عنده معلومه ان الزرار ده بيموت. تمام، ده حقيقي. تلتين البشر. يعني نوصل من كده لايه؟ ان الانسان غالبا مش عارف نفسه صح. احنا سيبنا نفسنا المستنقع سلبيه عالي جدا، وده باين بقى في كومنتات الناس مثلا على الفيسبوك والفيديوهات اللي بتنزل والاراء الغريبه اللي بتطلع وحاجات كتيره انا جدا. هرجع لحضرتك في موضوع السوشيال ميديا ده، بس استاذن حضرتك احنا هناخد مداخله ونرجع تاني نكمل الحوار مع حضرتك. معانا الاستاذه هاجر جيت، عضو مكتب امانه المراه بحزب المصريين الاحرار. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه يسرا، صباح الخير. صباح النور. استاذه هاجر، عايزين نعرف ما دور المجتمع المدني في ظل ازمه كورونا. في البداية أنا بهني حضرتك طبعا بالبرنامج الناجح دوت، وبشكر كل مجموعة العمل، وتحياتي لضيف حضرتك الكريم. بشكر حضرتك يا فندم. طبعا أحب أوضح لحضرتك طبعا في الأول إن طبعا أوضح لحضرتك والسادة المشاهدين إن أزمة كورونا مش من السهل مواجهتها. طبعا دول كبيرة زي أسبانيا وإيطاليا وأمريكا زي ما احنا شفنا ما لم تستطع لحد دلوقتي السيطرة على الفيروس برغم من إمكانياتها الضخمة. في المقابل احنا عندنا هنا التوجهات من القيادة السياسية وبتكاتف مؤسسات الدولة كلها زي القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة، الأعداد برضو معقولة بالنسبة للنسب العالمية. وطبعا مش حضرتك عارفة ان سكان مصر تجاوزت ال 100 مليون زي ما احنا شايفين. ده حقيقي. طبعا اكيد بالنسبه بقى للمجتمع المدني طبعا هو دوره هيبقى في التوعيه طبعا
هي دي المناسبة بالنسبة له. وكمان في ممكن يعملوا أمانات تدريب وتثقيف للناس، المرأة والشباب، ونبتدي بقى ننزل في الأماكن اللي فيها تجمعات، نوزع مطهرات، الناس اللي بتحتك بالجمهور زي السواقين، وسائل النقل العام، عمال النظافة، طبعا نديهم كمامات مطهرات، نوعيهم شوية عن إن هم طبعا عارفين أكيد، بس برضو يعني هو في فئة معينة زي ما الدكتور مع حضرتك قال إن الكلام مش بيفيد معاهم، عارفين ان ده غلط وده وبيعملوه، طب زي الكمامات مره واثنين وثلاثه فعلا زي ما هو بيقول. بس برضو هنعمل اللي علينا كمجتمع مدني ونشوف الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله الفتره اللي جايه، عشان لازم طبعا اكيد الفتره اللي جايه الدنيا هتفتح ولازم يبقى في تعايش فعلا مع كورونا. طيب في مبادره معينه للحزب المصريين الاحرار؟ هو المصريين الاحرار والله عمل كذا مبادره، عمل ارشادات توعيه ونزل نزل للناس في الشارع ووجههم واداهم كمامات ووزع مطهرات وان شاء الله الفتره اللي جايه هيشتغل على كده تاني باذن الله. ان شاء الله يا فندم، انا بشكر حضرتك جدا. انا اللي بشكر حضرتك وبنتهز الفرصه دي بس اقدم تعازي لكل شهدائنا من ضباط القوات المسلحه والجنود، وطبعا طاقم التمريض والجيش الابيض والاطباء، وربنا يحفظنا ويحفظ مصر جميعا وشعب مصر. امين يا رب. امين. تحيا مصر. بشكر حضرتك يا فندم. رجعنا تاني مع حضرتك. فزي ما كنا بنقول ان اغلب الناس احنا فعلا مش عارفين نفسنا صح. القاعده الاولى، كل ما انت بتفكر بسلبيه اكتر كل ما انت عيوبك هتزيد. قصه السلبيه هي قصه طويله جدا جدا، يمكن زي ما قلت لحضرتك انا ليا فيها كتاب لوحده في الموضوع ده، بس لكن الناس فاهمه غلط. الناس مفكره انك عشان تبقى ايجابي انك على طول بتضحك وعلى طول كل حاجه تمام. الموضوع مش بيمشي كده. الايجابيه او مكافحه السلبيه معناها ان انا اعترف بمشكلتي وافكر في الحل، مش افكر في الشكوى من المشكله. يعني بلاقي مثلا ناس كتير يقعد ينزل كلام على الفيس ينتقد مثلا اداء وزاره، اداء دوله، حتى لو دوله بره مصر لازم ينتقد. طيب انت قدمت حل ايه؟ ولا حاجه. طيب عندك مقترح حتى؟ لا ما عندوش. لو حصل حاجه في الكوره ينزل برضه نقد، حصل حاجه في الصحه ينزل نقد. فكره انك عايش تنتقد بس وما بتقدمش حلول ده اصلا خطر عليك. يعني ده مش خطر على البلد، البلد ليها اجهزه وليها دوله، هم هيعرفوا يتصرفوا، هم بيفكروا كويس وبيخططوا كويس. المشكله ان ده خطر عليك انت، لان مخك بدا يفقد اي حاجه في البني ادم لازم تتمرن. طب واحد ما بيمرنش نفسه على التمرين على الايجابيه، او بيمرنش نفسه على التفكير وبيمرن نفسه على الشكوى، طبيعي بعد فتره هيبقى عامل بقى ازاي؟ ان هو بقى خبير شكوى. رأيك ايه بقى في حتة ان كل واحد بقى بيشتم براحته وهو ورا شاشة اصلا، فبتجيله القراءة ان هو يشتم في اي مسؤول او اي اعلامي اي حد، يعني هو ما عملوش حاجة يعني وما عندوش دليل ان الشخص ده مرتشي او حرامي او الاتهام اللي هو بيتهمه له، يعني رأيك ايه بده؟ صحيح، هو الموضوع ده علماء الاجتماع بيتكلموا فيه من ايام ابن خلدون، بس طبعا انتشار السوشيال ميديا والتكنولوجي خلى الموضوع بقى ظاهر اكتر. من امن العقوبه اساء الادب. يعني دي قاعده. البشر طبيعه البشر ان هم بيحتاجوا قوانين منظمه. في مراحل سابقه كانت القوانين بتيجي على هيئه رسالات من الله مباشره، رسل وانبياء زي الاسلام والمسيحيه واليهوديه الى اخره. فعشان تنظم الحياه وعشان كل واحد يعرف، يعني ربنا يكلمنا عن جنه وعن نار. حتى نفسيا الكلام ده مظبوط جدا، يعني لو قسناه بعلم النفس، وطبعا الدين مش بيتقاس بعلم النفس بس لمجرد التشبيه، يعني بنلاقي ان الكلام ده مظبوط جدا، ان الانسان لو مش عارف عقوبه اللي بيعمله ده بيدي الاريحيه اللي احنا بنسميها بقى خارج علم النفس، بيدي الاريحيه لشيطانه. طب والله ليه لا؟ فعشان كده مثلا مين هو بقى الشخص اللي احنا بنسميه مثلا متدين؟ هو اللي عمل حساب لعقوبه الاخره مش مستني عقوبة الدنيا، فسلوكه بيتظبط. ما يكذبش، ما يسرقش، ما يقتلش، ما يعملش، ماشي كويس. ال 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 القضية دلوقتي إن إحنا عندنا التوعية ماشية غلط، السلبية منتشرة، والضحية بتاع الاتنين دول الناس اللي قاعدة على النت مثلا. فالطبيعي إنه هيبقى عامل بقى إزاي؟ العادي إنه هيبقى قاعد عيوبه بتطلع لي أكتر. يعني طبعا كلنا لينا تواجد على السوشيال ميديا. أنا ممكن أشرح معلومة نفسية، طب ده تخصصي، ألاقي واحد مثلا داخل بيشتم. طيب أنت تخصصك إيه؟ يقول لي لا أنا في تجارة مثلا. طب إيه أنت اللي جابك هنا؟ يعني أنا بعلمك معلومة. يقول لك لا بس أنا مش مقتنع. طيب ربنا معاك.
طب انا بستاذن حضرتك، هناخد مداخله ونرجع نكمل تاني حوارنا. معانا مصطفى عبده، اخصائي تكنولوجيا التحاليل. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح النور. احنا معانا الاستاذ احمد سمير، خبير علم نفس الايجابي في الحلقه، وبنناقش سلوكيات الناس في ازمه كورونا. مبدئيا انا بوجه لسيادتك التحيه يعني على المجهود الكبير اللي انت بتبذله، وعايز اسالك كيف يتم عمل المسحه او التحاليل اللي هي مرض كورونا يعني او الفيروس؟ تمام. مبدئيا انا طبعا بشكر حضرتك، لان انت من الناس السباقين في الموضوع ده، ومن الناس اللي بتدعمي الطبيب او الطاقم الطبي بشكل كامل. بص يا فندم، احنا في بدايه الامر انا سامع طبعا الاستاذ احمد وهو بيتكلم على الايجابيات او كده. المسحه نفسها احنا بنتعامل مع المريض بمنتهى يعني بيبقى المريض داخل في حاله نفسيه سيئه جدا بدايه الامر. تمام. المسحه نفسها بتاخد له مسحتين، مسحه من الانف ومسحه من الحلق. مسحه الحلق دي بتبقى من خلف لسان المضمار مباشره، اما مسحه الانف بتبقى يعني سواد او حاجه بتبقى طولها تقريبا 8 سم او 10 سم، بنجيب من البلعوم الحلقي من جوه. تمام؟ هو امتى بيتعمل له تحليل دم او مسحه؟ يعني انت امتى بتقرروا ده يتعمل له تحليل دم؟ هو بدايه اول ما المريض بيدخل المستشفى بيتعمل له فحص شامل الاول. الفحص الشامل ده بيشمل تحليل اسمه صوره الدم الكامله والسي ار بي. بناء على صوره الدم الكامله والسي ار بي بيتضمن معاهم طبعا اشاعه مقطعيه على الستر، انا بقدر احدد هل المريض ده يحتاج ان هو يتعمل له مسحه او ما يتعملوش مسحه، هل حاله المريض دي تستدعي ان هو يتحجز في المستشفى او ما يتحجزش في المستشفى. ده طب. بناء على التحليل المبدئي اللي هو تحليل الدم. تمام؟ طب ايه هي الاجراءات الوقائيه اللي بتاخدوها عشان ما تتعدوش بالفيروس؟ تلبسوا ايه مثلا؟ بتعمل ايه الاجراءات اللي انتوا بتاخدوها؟ هو الاجراءات احنا في بدايه الموضوع كان في حاجات اسمها مهمات كامله انا برتديها او مهمات شامله انا لازم البسها قبل ما اتعامل مع الفيروس، لان الفيروس سريع الانتشار. خصوصا ان احنا في المعامل بنتعامل مع المريض وهو خالع الماسك، او بنقرب بالمريض بمسافه 10 سم عشان اخد المسحه من بقه او كده. المهمات اللي انا بلبسها، بلبس بدله كامله تقريبا اكيد الناس كلها شافتها اللي هي البدله الصفراء دي. بلبس حوالي جلافزين او ثلاث جلافزات على بعض، بلبس ماسك جراحي، بلبس ماسك ان 95 حاجه اسمها فيتشن. ببقى تقريبا مفيش منفذ للهواء وانا لابس الطقم او المهمات الكامله دي. طب بتفضلوا قد ايه لابسين اللبس ده؟ بتفضلوا قد ايه شغالين؟ يعني انت بتفضل شغال كام ساعه؟ حسب الشغل يعني. في مثلا انا كنت في رمضان، يعني انا كنت في العزل في رمضان، في بدايه رمضان تقريبا انا سحبت حالات من الساعه 5 الفجر، يعني من بعد الفجر تقريبا من الساعه 5 لغايه الساعه 11 الظهر، وفي ايام ثانيه كنا بنسحب من الساعه 10 الصبح لغايه الفطار مثلا، حسب وقت الشغل او حسب الحالات اللي عندي وحسب قابليه الحالات لعمل المسح. يعني في ناس كانت بتبقى داخله نفسيا مش مستحمل ان انا اعمل له مسح. في ناس لما تشوفني وانا لابس الطقم او المهمات كامله كان بيبقى مرعوب فعلا. ده حقيقي. تمام؟ طيب انت يعني ما زهقتش؟ يعني انت ما قلتش انا ايه اللي جابني هنا، او يعني انا خايف، او حتى ما زهقتش يعني من الشغل او من عدد الساعات او من كل اللي انت فيه ده؟ شعورك ايه يعني؟ واحنا يعني وانا رايح العزل كنت واخد الموضوع هزار وضحك، وان انا رايح عزل شغل عادي كشغل مستشفى، خصوصا ان احنا في مستشفى اغاثه وطوارئ في الساحل الشمالي، فكان الموضوع بالنسبه لي زيها زي الحوادث. لما دخلنا العزل وبدانا نتعامل مع الحالات ونشوف الحالات، فعلا الموضوع بدا يبقى صعب، خصوصا ان انا فوجئت ان عائلات كامله مصابه. المرض ما بيفرقش بين كبير وصغير، يعني كان في اطفال 6 سنين و7 سنين مصابين، كان في ناس كبيره جدا في السن كانت اصعب حالات العنايه. فعلا كنت بحس بالناس يعني مش قادر يتنفس، ابسط حاجه ان هو مش قادر ياخد النفس. في الوقت ده انا فعلا، واللي اكثر لما طلعت بقى من العزل وفوجئت في الشارع ان الناس زحمه والناس كلها تقريبا، انا كنت خارج من العزل في وقت العيد، ففوجئت الناس كلها في الشوارع والناس كلها بتشتري هدوم العيد والناس كلها مخلصه لبعضها. في الوقت ده انا فعلا قلت انا ايه اللي جابني العزل وايه اللي دخلني العزل؟ خصوصا ان انت حضرتك عارفه ان احنا بعد العزل بتاع المستشفى او بعد الشغل احنا بنتعزل في بيوتنا 14 يوم. فانا كنت بقول كده، انا ايه اللي اجبرني ان انا ادخل اشتغل في الليله دي وبعدين اطلع احجز نفسي 14 يوم؟ طب ما انا زي غيري من الناس اللي موجوده في الشوارع. فدي كانت فعلا نقطه، يعني كنت زعلان من كده ان احنا الطقم الطبي بالكامل بيموت نفسه عشان خاطر حاجه احنا مش عارفين خطورتها ايه ومش عارفين احنا بنتعامل مع ايه، في سبيل ان الناس بره بتتعامل في الشوارع كده. كانت دي فعلا نقطه صعبه جدا.
لان احنا مش عارفين احنا ايه مصيرنا، والناس بره عادي الموضوع بالنسبه لهم عادي جدا. بس انت عارف ان انت بطل، ويعني زيك زي جندي من الجنود اللي بيحاربوا المرض والظروف والجهل وكل حاجه. هو انا او غيري كل الناس لما كنا نقعد نتكلم مع بعض كنا بنحتسب الموضوع في الاول كده، كنا بنحتسبه لله لوجه الله طبعا. احنا كلنا طالعين من بيوتنا. استاذه يسرا انت تتخيلي ان انا كل يوم تقريبا بعمل من 50 ل 100 متحف، فانا معرض نفسي للخطر ومعرض نفسي ان انا اصاب كل يوم من 50 ل 100 مره. احنا كنا بنصلي واحنا داخلين وبندعي ربنا كده يقول يا رب احنا بين ايديك، انت تولانا بامرك. فالموضوع كان صعب فعلا في بدايه الامر، والموضوع كان صعب للناس المرضى بجد. فالحمد لله الحمد لله ان هي عدت على خير، بس احنا لسه مستمرين يعني. احنا بنبدل عارفه بنقول كده شهيد بيسلم شهيد. انا ربنا يحميك. موجود دلوقتي في العالم. ربنا يحميك يا رب ويحافظ عليك يا رب ويخليك لمصر. ربنا يخليك. استاذ احمد سمير تحب توجه له رساله؟ لا طبعا ما شاء الله عليه يعني الله اكبر، مش محتاج ان هو يتوجه له رسائل، هو متظبط يعني. هو لما قال ان اللي هي التروما اللي حصلت او الصدمه اللي حصلت نتيجه ان هو راجع من العزل لقى الناس واقفه في الشوارع. انا بس يعني عايز اقول لحضرتك ما تزعلش، الناس مش عارفه اللي انتوا عارفينه، الناس ما شافوش اللي انت شفته، بس لما رجع قال بقى ان هو احتسب لوجه الله. لا هو ما شاء الله نفسيته ما شاء الله، هو ما شاء الله كويس عليه. قوي جدا. ف ربنا يحفظك يا رب كده ويقويك وينصركم جميعا. ربنا يخلي الشباب اللي زيك لمصر يا مصطفى. ربنا يخليك. احنا محتاجين الشباب اللي زيكم. قبل ما حضرتك تيجي بقى معلش انا ليا طلب. انا حابب اوجه الشكر طبعا لكل زمايلي من العلوم الصحيه او الفنيين الصحيين. لان دي فئه احنا فئه وسطيه ما بين الدكاتره او الاطباء والتمريض. ومحدش بيتكلم معانا كتير. التحاليل او اخصائيين المعامل تقريبا مفيش حد ذكرهم. احنا بقى بنذكرهم من خلال برنامجنا حوار مع يسرى، وبنوجه لهم الف تحيه. وانتوا ابطال ومصر بتتشرف بيكم. ربنا يخليك يا استاذ يسرى، انا متشكر لحضرتك جدا. انا بشكرك يا استاذ مصطفى، شكرا. نرجع بقى نكمل تاني موضوع السوشيال ميديا. تمام. طيب فزي ما قلت لحضرتك ان الناس لما بيكون ما فيش رادع، بالاضافه ان في نسبه سلبيه عاليه، بيبقى الطبيعي واللي احنا منتظرينه على مستوى العالم كله ان احنا نلاقي مستوى الهجوم عالي. نضيف على كده عامل ثالث، حاجه اسمها ادعاء المعرفه. ادعاء المعرفه دي ظاهره بحثها ناس كتيره جدا، اشهرهم واحد اسمه دكتور مارتن سليجمان. فبيقول ان كل ما الانسان يبقى مستوى علمه اعلى، كل ما يبقى دخوله في المناقشات والمهاترات اقل، حتى من غير ابحاث علميه الموضوع لوجيك. طيب احنا السلبية علمتنا ان احنا بنكره المدارس، بنكره الكليات، بنكره القراية، كل حاجة تؤدي ان انا بقى انسان متعلم. اتزرع عندنا قناعة او فكرة سلبية ان هي مش حلوة. يا ابني ذاكر، مش عايز يذاكر، طب روح كليتك، مش عايز. وفي نفس الوقت هو قدامه السوشيال ميديا، عايز ينزل بوستات وعايز يخش مناقشات، فهيضطر يعمل ايه؟ هيضطر ان هو اللي احنا بنسميها يفتي. ايوه. طب لو اتزنق هيشتم. طب احنا معانا اتصال بين الجمهور. عمرو، استاذ عمرو من الجيزه، اهلا بيك يا عمرو. ازيك يا دكتوره يسرى، ازي حضرتك؟ تمام، اهلا بيك. طبعا يعني صراحه يعني انا ابارك لحضرتك على البرنامج الرائع بتاع حضرتك. انا من متابعي البرنامج فعلا، وبتميز باختيار المواضيع اللي تكون واقعيه ومتابعه للواقع اللي احنا عايشين فيه. بشكرك جدا. ان شاء الله نجاح، ان شاء الله كامل كده ان شاء الله. بالنسبه بقى لموضوع الحلقه النهارده اللي هو تفاعلات الناس في كورونا او تصرفاتهم في الازمه اللي احنا فيها، وانا شايف ان هو بينقسم لقسمين. القسم الاول ان في ناس يعني تكاد ان هي تكون متجاهله الموضوع لحد دلوقتي ومش متخيله الخطوره اللي احنا فيها، تلاقيهم بيتصرفوا يعني ان الموضوع عادي جدا يعني مفيش مشكله. ده حقيقي يا عمرو. طب تقول لهم ايه يا عمرو؟ تقول لهم ايه؟ تنصحهم بايه؟ انصحهم يعني لا، لازم انت دلوقتي حتى لو انت مش خايف على نفسك، خاف على اللي حواليك، وان الموضوع ان مش بالبساطه اللي انت شايفها. انت شايف التقارير العالميه، الموضوع ده مش في مصر بس، ده وباء عالمي، وانت مامور ان انت تاخذ بالسبب. انت بتقول مثلا هو لما تيجي تكلمه يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم سيبها على الله، اذا ربنا كاتبه هيكون، كل واحد ونصيبه، حتى لو انت عملت ايه وربنا كاتب لك هيصيبك ماشي. لازم تاخذ بالسبب. يعني السيده مريم لما قيل لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، كانت ماموره ان هي تاخذ بالسبب.
هل هي في الضعف بتاعها ده هتهز جذع النخله؟ احنا مامورين ان احنا ناخذ بالسبب، فانت خذ بالسبب حتى لو انت شايف ان المناعه بتاعتك هتقدر ان انت تستحمل المرض ومش خايف، انت ممكن تنقل المرض لحد تاني تكون مناعته مش قليله. احنا دلوقتي بقينا في الوقت اللي هو السيئه تعم، كلنا في مركب واحده، مش كل واحد حافظ على نفسه بس، انت ممكن تنقل المرض لحد تاني مناعته ما تستحملش الكلام ده. ده الفيل يعني اكتر من كده، ممكن تلاقي واحد مريض رايح يزور واحد مريض، طب ما انت اصلا مريض رايح تزوره ليه؟ يعني لازم يبقى في تباعد شويه، لازم نتعلم ان احنا يبقى في تباعد اجتماعي. محتاجين نشتغل على الوعي كتير يا عمرو الفتره اللي جايه. نعم؟ محتاجين نشتغل على الوعي كتير الفتره اللي جايه. لازم يبقى في وعي جديد، لازم نبذل مجهود شويه مع الناس. تقابل واحد صاحبك في الشارع يروح مقابلك وكانك يعني بقالك سنتين ما شفتوش، مع انك انت كنت معاه امبارح، طب ليه؟ يعني ما مش لازم، يعني لازم نغير بقى وجهه النظر بتاعتنا ديت، الناس اللي ربنا كرمها وتستطيع ان هي ما تخرجش من بيتها، ما تخرجش من بيتها الا الضروره، نقلل الزيارات شويه، والنت دلوقتي بقى سهل، انت ممكن تعمل مكالمات جماعيه يعني تلاقي لحد 100 واحد ممكن تكلموا بعض فيديو وتشوفوا بعض والكلام ده، فمش لازم ان احنا نخرج والكلام ده، فلازم لو انت مش خايف على نفسك خاف على الاخرين. طب شكرا يا عمرو، بشكرك جدا. نستقبل اخر مكالمه شيماء من الجيزه، بنرجع لحضرتك تاني. ايوه شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ انا بشكرك جدا على الحلقه، واحب اتكلم دكتور احمد واقول له منور جدا. الحلقه حلوه هايله جدا. في كتير قوي من الحالات النفسيه اللي موجوده على التيم لاين على الفيسبوك فعليا بقت مرعبه. بقى فكره ان احنا نقعد نقلب نلاقي كم سلبيات ناس لسه مش قادره تستوعب ان فعلا المرض قوي وموجود وخطير. في كتير قوي قاعد عمال بيسال هو اصلا في حالات موجوده ولا لا، لسه مش قادرين يستوعبوا ان هو لا هو موجود وفي حالات موجوده، وده مأثر على نفسيات هي اصلا عائلات موجوده عندها حالات. طب في نصيحه تحبي تقوليها للناس يا ايماء؟ مفيش اكتر من ان هم يقعدوا فعلا في البيت ويخلي بالهم، يحافظوا على اهلهم، لو مش خايفين على نفسهم يخافوا على اهلهم، ويخافوا فعلا ان في ناس هم بيحبوهم هيتعبوا بسببهم. انا بشكرك جدا يا شيماء. شكرا. دكتور احمد، هل مروجي الشائعات مرضى نفسيين؟ ليس بالضرورة، لأن في فرق ما بين الظاهرة النفسية والمرض النفسي. المرض النفسي ده تعريفه معقد جدا ويطول، فمش عايز أضيع الوقت فيه، ولكن يعني كل مرض لازم له ظواهر، وليس كل ظواهر مرض. تمام كده؟ فدي ظاهرة، الظاهرة دي اتنين بيعملوها، في مرضى نفسيين بيروجوا شائعات، وفي اللي هم اللي عندهم الظاهرة النفسية بتاعة ترويج الشائعات، اللي هو اللي بنسميه الاتنشن سيكر او الباحث عن الانتباه، عايز يحس ان هو قال حاجه والمجتمع كله بيقولها، فهو لو قال الحقيقه الناس عارفاها فيبتدي يقول حاجه ثانيه. طبعا في بقى فئه ثالثه، بس دول لازم تعامل قانوني بقى معاهم، اللي هم اصحاب التوجيهات. واحد مثلا مش عاجبه ان البلد بتعمل كذا فيقول يطلع شائعات عشان اللي هو الموجه. أنا ده عايز اقطع حضرتك بقى في حاجه ونتكلم عن مصر شويه. تمام. الناس اللي مصر ليها فضل عليهم، طبعا ظهرت فيديوهات كتير الفتره اللي فاتت من بنت بدون ذكر اسمها. يعني هي مش بتمثل بلدها، هي لا تمثل الا نفسها، اتكلمت على مصر بالسلب. مصر انا شايفه ان هي ليها دور او ليها فضل على بلاد كتير جدا في الصحه وفي التعليم وفي الدفاع وفي حاجات كتير جدا. هل ده ممكن يربي عقده نفسيه تجاه مصر ويتحول ده لسلوك عدواني وعدائي تجاه الشعب؟ هو مبدئيا الفيديو والبلد دي، انا شخصيا اتولدت في البلد دي وعشت فيها. تمام. فاحب اقول لحضرتك ان الموضوع هناك ماشي ان هو وطن واحد وبلد واحد، الكلام اللي الناس مش بيحبوه في الميديا، بس هو حقيقي ان الدنيا فعلا ما فيهاش الكلام ده. بالإضافة أن صاحبة الفيديو نفسها أهلها فيهم مصريين. أيوة. تمام. لكن الفكرة هنا أن دي حاجة بتعبر عن حالة فردية،
تمام، اللي هي ممكن تكون درجة بارانويا مثلا معينة، عقدة معينة، يعني عندها مشكلة مع مصر، تمام. ده مش معناها أبدا إن ده توجه دولة أو دولة أو شعب أو شعب، تمام. انا حابه اكمل حوار مع حضرتك النهارده ونتكلم كتير، يعني انا حاسه الحوار شيق جدا مع حضرتك، بس انا عايزه اقول يعني مصر هي الحضاره، هي التاريخ. أكيد. مصر ذكرت في القران، مصر هي العلم، مصر الفنون. محدش يقدر يتكلم على مصر، ومحدش يقدر اصلا يوقع ما بين مصر وما بين اي دوله تانية، لان مصر ام الدنيا. اكيد طبعا. هو عشان كده بقول لحضرتك، يعني معلش، بلد بالحضاره زينا كده مش فيديو زي ده هيعمل حاجه، يعني مبدئيا. والحاجه الثانيه، فكره ان مصر صاحبه فضل دي حقائق مجرده، يعني ده موضوع مش محتاج مناقشه من اساسه، ده موضوع منتهي، تمام. وايه الحقيقه؟ ان معلش انا النهارده لما بقف جنب اخويا مش هقول انا صاحب فضل عليك، لا، احنا اخوات في بعض، الدنيا ماشيه كويس، الدنيا ماشيه محترمه. فعايز اقول لحضرتك ان برضه ما سخنش وتفاعل مع الفيديوهات دي غير برضه الناس اللي هم اللي بيحبوا الشتيمة والعصبية. في المقابل أنا وصلني أكتر من 40 فيديو لمواطنين من نفس البلد ردا على البنت اللي من جنسيتهم، فيديوهات في قمة الروعة. اللي غاظني أنا ما عملتش نفس المشاهدات. يعني احنا دايما حتى في دايما السلوك العدائي او السب او الشتيمه هي اللي بتجيب مشاهدات عاليه جدا. يعني طب ده ايه سببه؟ فكره ان الناس بتحب المختلف، وفكره ان بص حكايه هو المنبع، او يمكن كله عشان احنا شعب حمائي شويه بنحب مصر زياده عن اللزوم، فما نستحملش ان حد يتكلم عليها نص كلمه. بالظبط. لا، وغير كده، على فكره يعني هي كقاعده نفسيه، وقاعده نفسيه بتمشي على كل الجنسيات. هو الانسان كل ما يبقى عنده مستوى سلبيه اعلى بي بي بيروح لنفس النوع، بيبقى مغناطيس. فالله هنا في شتيمه، فتعالى نتفرج. اكتر كلمه المصريين كتبوها على جوجل في 2018 كلمه شيء، على اليوتيوب سوري، شاهد قبل الحذف. يعني احنا بندور على الحاجه اللي احنا بندور على الترندات واللي الناس كلها تتكلم عليه النهارده. ده حقيقي، وده خطر. يعني حتى لو حاجه تافهه، او حتى لو حاجه، يعني انا لولا شغلي والله ما اشوف الحاجات دي ولا تفرق معايا، بس عشان بيطلب مني ان اكتب مثلا مقالات معينه او اعمل لايف على الفيس مثلا كلمنا عن كذا، عشان بيحصل غير كده والله ولا بشغل بالي، تمام. يعني المفروض ان البني ادم يحوط نفسه بالحاجه اللي انت تحب ان هي تملى حياتك. يعني مثلا بالنسبه لي، عندي مثلا مع اولادي في البيت او كده، انا عارف ان احنا قاعدين بقالنا شهور بسبب كورونا وفي عزل وفي حظر وبتاع وكلام من ده، اهلا وسهلا، انا حولت جو البيت ان فعلا احنا كلنا بنتفسح في حته شكل جوه البيت، هنقعد بقى نلعب مع بعض نتكلم، بحول الجو للجو اللي انا عايزه. لازم تساهم في صنع البيئه اللي انت عايزها. الكلام ده يتطبق واقعيا ويتطبق نفسيا. انت نفسيا عايز تبقى مبسوط، محاوط نفسك بكم فيديوهات وبوستات وكلام سلبي جدا وناس عماله تشتم وبس، ده موضوع خطير جدا. طيب ما تحاوط نفسك بناس تانية ايجابيه. يعني انا بيعجبني قوي الناس اللي بيعمل فلتره للصفحات اللي هو بيتابعها، بيشوف مين بيقدم رسائل ايجابيه، مين بيقدم مقترحات، مين بيقدم معلومات او مقالات محترمه، وبيبتدي يتابعهم. حاوط نفسك بالناس دي، لكن ما تجيش تقعد ان الناس عماله تقول لك دمار شامل في ودانك وبعد كده تشتكي انك متدمر، ما هو ده طبيعي. طب في كارثه حصلت الفتره اللي فاتت، يعني ناس كانت لسه يعني بتموت، معرضه ان هي تموت وخفت، تمام، وابتدت ان لما تخف تبيع البلازما بتاعتها بالاف الجنيهات في السر لمرضى كورونا. انا السلوك ده بصراحه يعني مضايقني جدا. انت راي حضرتك ايه يعني؟ بص حضرتك، قالوا لنا زمان، ده بره علم النفس بقى معلش، يعني هتكلم بقى بصفتي جنسيتي بقى، انا مصري، تمام. ال- ال- التجاره وقت الازمه خيانه. تمام، يعني عشان بس يبقى الموضوع محسوب. انت شايف ان الناس كان المفروض تتبرع بالبلازما، المفروض يبقى فيه زحمه، احنا في حاله حرب، على مركز الطبقه. بالظبط، احنا شبه في حاله حرب، الكوكب كله في حاله حرب مع الكورونا، واحنا بلدنا بقى اخص. يعني مصر عندها ظروف كتير ولسه بتقوم وكل الجبهات مفتوحه، وكمان موضوع كورونا الموضوع من كل ناحيه، لا محتاج ان احنا نبقى مش وقت تجاره وسبوبه بالمرض، نبقى جدعان اكتر من كده. يعني انا هتكلم معلش الشعبي بقى، احنا محتاجين نبقى جدعان اكتر. اخر سؤال معانا بقى، بما ان احنا داخلين على امتحانات الثانويه العامه، ويعني طبعا الطلبه تعرضوا لضغط نفسي كبير جدا، في منهم اللي ما ذاكرش كويس خايفين يدخلوا الامتحان، وطبعا في ناس مش قادره تاجل، يعني في ناس هي عايزه تخلص بقى فمش قادره تاجل، بس في نفس الوقت خايفه من العدوى، وكمان اهاليهم خايفين عليهم، فازاي نطمنهم ونقدم لهم الدعم؟ رقم واحد،
الابحاث بتقول او علم النفس بيقول ان 91% من اللي انت بتخاف منه مستقبلا ما بيحصلش. تمام؟ يعني غالبيه مخاوف البشر المستقبليه ما بتحصلش. فيعني بالبلدي كده اعقلها وتوكل. يعني خد الموضوع ببساطه. كل العقد النفسيه لو صاحبها حلها ببساطه هيعرف انه يتعامل معاها صح. رقم واحد، انت عندك اجراءات اعملها. مشكله سن الثانويه العامه ان هو سن مراهق. ففي السن ده جو التمرد حلو. ف يعني بكره لما الامتحانات تبتدي او يعني بعد ايام لما الامتحانات تبدا سيادتك هتشوف فيديوهات هي لسه ما اتعملتش، انا بقول لك هتبقى موجوده. ان الشباب مثلا بيفتخر ان هو دخل اللجنه ويقول لك ضحكت عليهم وما لبستش مثلا كمامه مثلا او عملت كذا. هو السن ده كده. فانا محتاج معلش، انت دلوقتي بترسم مستقبلك، بلاش تستجيب لافكار المراهقه دلوقتي، مش وقته فعلا. يعني خد اجراءاتك تمام. رقم اتنين، وانت بتستعد للامتحانات اللي انت تقدر تعمله في يوم انت ما عملتوش طول السنه. مخ البني ادم بيمتلك قدرات في الاستيعاب والتركيز لا يمكن تصورها. عشان كده بنلم المنهج في 3 ايام مثلا. ممكن بس بشرط انك تنام بالليل وتصحى الصبح. فكره ان احنا بنقلب يعني مثلا ايام يطبق. الدراسه الصراحه ما كانش يحل لي ان انا الم المنهج غير يعني وقت الزنقه، وقت ده بيعمل مشاكل قدام، وبالذات اللي بيذاكر بالليل وينام بالنهار. ده بيعمل مشاكل وبيزود احتمالات لامراض معينه لما سنه يكبر. ربنا خلقنا فطره وجسمنا ومخنا متظبط عليه. يعني ايه النصيحه السريعه؟ النصيحه السريعه، ذاكر بمتعه. انا اعتقد ان فاضل 4 ايام على الامتحان، في خلال ال4 ايام دول انت تقدر تذاكر فيهم حاجات انت ما كنتش بتخلصها في 2 و3 و4. ذاكر بمتعه وخش واتكل على الله، ما تقلقش. انا بشكر حضرتك جدا. قبل ما اختم عاوزه اقول الكورونا اخرها شهر سنه وهتخلص، لكن في فيروس القلب، فيروس العقل، فيروس الضمير، فيروس التنمر، فيروس عدم المسؤولية، فيروس الرحمة، كورونا الضمير والإنسانية، هم دول اللي احنا محتاجين نعالجهم. لأن الكورونا هتخلص بس دول اللي مكملين معانا. محتاجين ننظف قلوبنا وعقولنا من السواد اللي احنا فيه. بشكركم جدا، أشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم في حوار مع يسرى، مع يسرى نصر الله.